اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بعزتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت السميع القريب، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين، إلهنا وخالقنا يا الله يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، كما نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلدنا هذا آمنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.